مبررا الآن بعد أن صارت بين أيدينا الوثائق الدينية للعصر النيولوتي من تماثيل وعادات دفن وهياكل عبادة وما إليها، إلا أن هذا المنهج المقارن سيبقى مفيدا عندما يتعلق الأمر بملء بعض الفجوات الأساسية التي تعجز هذه الوثائق عن ملئها. إن نظريتنا في هذا الكتاب تقوم على القول بنشوء ديانة مركزية واحدة وأسطورة واحدة في العصر النيولوتي كانت ذات تأثير مباشر على الأشكال الدينية والأسطورية لدى جميع الثقافات اللاحقة، بدءا من المجتمع المديني الأول في وادي الرافدين وانتهاء بالديانات الكبرى للحضارات اللاحقة. فمع انتشار الأسباب المادية للثقافة النيولوتية من بؤرتها الأولى، انتشرت معها الأفكار المرتبطة بحضارة الاستقرار والزراعة، وقام كل شعب من الشعوب التي تبنت الثقافة الجديدة بابتكار تنويعه الخاص انطلاقا من هذه المعطيات الأولى. وهذا ما يفسر لنا بحق تشابه الأساطير الأساسية لدى شعوب العالم القديم، وهو التشابه الذي سنعمل على كشف كثير من جوانبه عبر فصول هذا الكتاب. ورغم أن جهدنا لن ينصب بالدرجة الأولى على إثبات هذه النظرية في مقابل نظرية النشوء المتوازي المعاكسة، إلا أن البرهان سيتكامل من تلقاء ذاته تدريجياً، وذلك من خلال المجرى الرئيسي لدراستنا وهو الإلهة الأم. كيف كانت ديانة الإنسان النيولوتي وعلى أي شكل جاءت أساطيره؟ وما فحوى غيبياته فيما وراء المادة؟ لم يترك العصر النيولوتي لنا نصوصا مكتوبة، ولكنه ترك لنا رسوما وتماثيل ومدافن ومعابد حملها كل ما يمكن أن تحمله الرقم المخطوطة، فوصلت إلينا رسائله عبر فنونه وجمالياته وإبداعاته التشكيلية والمعمارية. ولقد صار لدينا الآن ثروة من نتاجاته كافية لفهم حياته الروحية وتصوراته الدينية وطبيعة طقوسه وعباداته. وفي الحقيقة فقد ورثت الثقافة النيولوتية الزراعية المعطيات الثقافية للعصر البليوليتي وطورتها في اتجاهات تتلائم وأسلوب الحياة الجديد، وذلك إضافة لإبداعاتها الخاصة التي أنشأتها من العدم. وفي المجال الديني ورثت عن آخر حلقات العصر البليوليتي 30,000 إلى 10,000 قبل الميلاد تصورها للقوة الإلهية في شكل وماهية أنثوية، هي الأم الكبرى للكون، غير أن الإنسان النيولوتي قد بنى حول هذا الشكل الإلهي القديم بنية جديدة من التصورات والاعتقادات والأساطير ذات فحوى ومضامين تتصل بالزراعة التي غدت جوهر حياته وأساس تنظيمه الاجتماعي والسياسي. فالديانة النيولوتية الأولى والحالة هذه هي ديانة زراعية في اعتقادها وطقسها، والأسطورة الأولى هي أسطورة زراعية تتمركز حول إلهة واحدة هي سيدة الطبيعة في شكلها الوحشي وشكلها المدجن الجديد الذي تشارك يد الزارع في قولبته وتأهيله. كانت إلهة العصر البليوليتي ومطلع العصر النيولوتي وحيدة تتربع على عرش الكون، ولكننا مع نضوج الثقافة النيولوتية واكتمال الشكل الاقتصادي الجديد وتزايد الدور الاجتماعي للرجل بعد أن كان المجتمع حتى ذلك الوقت أموميا في جوهره، نجد إلى جانب الإلهة الكبرى ابنها الذي دعته عصور الكتابة بي تموز أو أدونيس. لا ندري بأي اسم دعاها عبادتها الأولون، ولكننا نعثر على تماثيلها في كل موقع من مواقع العصر النيولوتي. هذه التماثيل التي ابتدأت طينية صغيرة على شكل دمى وانتهت حجرية ضخمة تسكن المعابد الكبرى، وعندما تعلم الإنسان الكتابة أخبرنا بأسمائها وقدمتها لنا فنونه التشكيلية في صور شتى ترمز كل منها إلى خصيصة من خصائصها أو جانب من جوانبها، فنراها في هيئة أم حبلى أو أم تضم إلى صدرها طفلها الصغير، أو عارية الصدر تمسك ثدييها بكفيها في وضع غطاء، أو ترفع بيدها باقة من سنابل القمح، أو باسطة ذراعيها في وضع من يستعد لاحتواء العالم، أو ممسكة بزوج من الأفاعي، أو معتلية ظهور الحيوانات الكاسرة. ولقد لعبت المكانة الاجتماعية للمرأة في تلك العصور والصورة المرسومة لها في ضمير الجماعة دورا كبيرا في رسم التصور الديني والغيبي الأول وفي ولادة الأسطورة الأولى. كانت المرأة بالنسبة لإنسان العصر البليوليتي موضع حب ورغبة وموضع خوف ورهبة في آن معا، فمن جسدها تنشأ حياة جديدة ومن صدرها ينبع حليب الحياة، ودورتها الشهرية المنتظمة في 28 يوما تتبع دورة القمر،
وخصبها وما تفيض به على أطفالها هو خصب الطبيعة التي تهب العشب معاشا لقطعان الصيد وثمار الشجر غذاء للبشر. وعندما تعلم الإنسان الزراعة وجد في الأرض صنوا للمرأة، فهي تحبل بالبذور وتطلق من رحمها الزرع الجديد. لقد كانت المرأة سرا أصغر مرتبطا بسر أكبر، سر كامن خلف كل التبديات في الطبيعة والأكوان. فوراء كل ذلك أنثى كونية عظمى، هي منشأ الأشياء ومردها، عنها تصدر الموجودات وإلى رحمها يؤول كل شيء كما صدر. غير أن الأنظمة الدينية النيولوتية تتزعزع مع بزوغ عصر الكتابة وظهور المدن الكبيرة ذات التنظيمات المدنية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي عكست واقعها على الحياة الدينية الجديدة. فمع انتقال السلطة في المجتمع نهائيا إلى رجل وتكوين دولة المدينة القوية ذات النظام المركزي والهرم السلطوي والطبقي التسلسلي الصارم الذي قام على أنقاض النظام الزراعي البسيط، يظهر الآلهة الذكور ويتشكل مجمع الآلهة برئاسة الإله الأكبر، ذلك المجمع الذي يعكس تشعب الاختصاصات وتقسيم العمل في المجتمع الجديد وتمركز السلطة في يد الملك. هنا تجد الإلهة الكبرى للعصر النيولوتي نفسها وقد غدت إحدى آلهة المجمع، بعد أن كانت الإلهة الواحدة لا يشاركها في السلطات سوى ابنها الذي نشأ عنها، وكان مقدمة لظهور بقية الآلهة الذكور، غير أن هذا التحول في مكانة الأم الكبرى لم يتم إلا على النطاق الرسمي، بينما بقيت مكانتها القديمة على حالها في ضمير الناس عامة ممن لم يتوجهوا إلا إليها عند الخوف واليأس وأزمنة الشدة. ومن ناحية أخرى، فإن الكتابة التي ابتكرها الإنسان في مطلع العصر المديني وراح يدون بها أساطيره الموروثة عن أسلافه البسطاء قد ساهمت في تضليل صورة الأم الأولى وإلقاء غلالات سميكة أمام وجهها. فالكهنة المتفرغون ممن ساعد الرفاه الاقتصادي في المجتمع الجديد على تفرغهم كلية للنشاط الديني، والذين كانوا أول من استعمل الكتابة وحفظ أسرارها المقدسة، قد راحوا يدونون أساطير الأمس بلغة اليوم الشعرية التي ابتعدت عن أصلها الطبيعي المباشر متجهة أكثر فأكثر نحو المجاز والرمز. وانتشت نفوسهم بهذه الأداة الجديدة، فأخذوا يطلقون على الأم الكبرى أسماء متعددة يشير كل منها لوظيفة من وظائفها أو خصيصة من خصائصها. ثم استقلت الأسماء فصارت ذوات منفصلة بتأثير الاتجاه الديني الجديد، ولكن دون أن يفقد الإنسان إحساسه بالوحدة الصميمية لهذه الذوات وتطابقها وبكونها تنبع وتصب في ذات واحدة. فالفكر الأسطوري لا يهمه أن يعبر عن الحقيقة بطريقة مباشرة كما هو شأن الفكر الفلسفي والعلمي اللاحقين، بل إنه يسعى إلى التعبير بلغة المجاز والخيال والرمز وإيصال رسالته إلى القلوب والمشاعر لا إلى العقول والأذهان. والأسطورة والحالة هذه ليست عين شكلها وما ترويه من قصص وأحداث، بل هي كالحلم الذي يبدو غامضا متنافر الوقائع ولكنه غني بكل معنى ودلالة. إن منطقها ليس منطق أن ألف هو ألف وليس باء كما هو الحال عند أرسطو، بل منطق أن ألف هو عين باء، إذا كان الاثنان يشفان عن حقيقة واحدة ويظهران كتبد لمبدأ واحد. إن آخر مأرب للأسطورة أن تؤخذ بحرفيتها وشكلها ونصها، لأنها إشارة وإيماءة لا نصوصا تقريرية منتهية. من الأسماء التي استقرت فصارت ذواتا نجد في سومر الإلهة نمو، الإلهة البدية والمياه الأولى، وإنانا إلهة الطبيعة والخصب والدورة الزراعية. وفي بابل نجد ننخرساج الأم إلهة الأرض، وعشتار المقابلة لأنانا، وفي كنعان عنا وعستارت، وفي مصر نوت وإزيس وهاتور وسيخمت، وعند الإغريق ديمتر وجيا ورحيا وأرتميس وأفروديت، وفي فرجيا بآسيا الصغرى سيبيل، وفي روما سيريس وديانا وفينوس، وفي جزيرة العرب اللات والعزة ومنا، وفي الهند كالي، وفي حضارة السلت الأوروبية دانو وبيرجيت. أسماء متنوعة لآلهة كانت واحدة قولا وفعلا في العصر النيولوتي، فصارت متعددة قولا وواحدة فعلا في عصور الكتابة. وإني لأدعوها في هذا الكتاب باسمها البابلي عشتار، أي عيش الأرض.
قد يعجب من تعود قراءة الكتب الأكاديمية في الأسطورة مما نقول به من تطابق بين إلهات تعرف إليهن كلاً على حدة، إلا أن أحد أهدافنا الرئيسية في هذا الكتاب هو البحث عن التطابق في التباعد وعن الوحدة في الشتات، ولسوف يتفتح اللغز تدريجياً وبشكل تلقائي عبر الفصول القادمة. وها هي إيزيس تقدم لنا منذ البداية بعض المعونة، إذ تقول عن نفسها في أحد النصوص من الفترة الرومانية: أنا أم الأشياء جميعاً، سيدة العناصر وبادئة العوالم، حاكمة ما في السماوات من فوق وما في الجحيم من تحت، مركز القوة الربانية، أنا الحقيقة الكامنة وراء الآلهة والإلهات، عندي يجتمعون في شكل واحد وهيئة واحدة، بيدي أقدار أجرام السماء وريح البحر وصمت الجحيم، يعبدني العالم بطرق شتى وتحت أسماء شتى. أما اسمي الحقيقي فهو إيزيس، به توجه إلي بالدعاء. لا يقتصر لغز عشتار على تعدد الأسماء وتنوع التجليات، بل يتعدى ذلك كله إلى ما يتعلق بها من خصائص ووظائف وطقوس وأساطير وتراتيب. ولعل في لغز عشتار البابلية نموذجا لألغاز شبيهاتها عشتارات الثقافات الأخرى، فكل سر من أسرارها يفضي إلى سر آخر، وما نكاد أن نمسك بها في صورة حتى تنحل إلى أخرى، أو نقبض عليها في هيئة حتى تنقلب إلى نقيضها. هي ربة الحياة وخصب الطبيعة، وهي الهلاك والدمار وربة الحرب، في الليل عاشقة وفي النهار مقاتلة، ترعى المواقع وتغشى المذابح. هي الأم الرؤوم الحانية، راعية الحوامل والمرضعات، الحاضرة أبدا قرب سرير الميلاد. وهي البوابة المظلمة الفاغرة لالتهام جثث البشر، هي ربة الجنس وسرير اللذة، وهي من يسلب الرجال ذكورتهم ويخصى تحت قدميها الأبطال، هي القمر المنير وهي كوكب الزهرة، هي النور ورمزها الشعلة الأبدية، وهي العتم والظلمة وما يخفى، هي القاتلة وهي الشافية، هي العذراء الأبدية، وهي الأم المنجبة، هي البتول وهي البغي المقدسة، هي رب الحكمة وهي سيدة الجنون، هي الإشراق بالعرفان وهي غيبوبة الحواس وسباتها. التقت عندها المتناقضات وتصالحت المتنافرات. إن بحثنا في لغز عشتار هو في الوقت ذاته بحث عن الأسطورة الأولى والديانة المركزية الأولى والطقوس الأولى. إنه بحث عن أصول الديانات البشرية ومردها، عن مبتدأ الحياة الروحية والغايات التي تسعى إليها. عدتنا في هذه المغامرة أداة وخيال، أما الأداة فهي ما تركه لنا الأقدمون من أساطير ونصوص طقسية وصلوات، وما كشفت عنه الحفريات من رسوم ونقوش ومنحوتات. وأما الخيال فليس خيالا جامحا فوق الحد والقيد، بل هو الخيال اللازم لأي معرفة ومغامرة فكر. سيساعدنا الخيال على تخطي صرامة الفكر الحديث الذي يحاكم تركة الماضي بأطر العصر ومنطقه وعلومه الوضعية، فنلبس لبوس الإنسان القديم وننظر إلى العالم بعينيه ونفكر بطريقته ومن خلال منطق أسطورته. سنرى إلى الأسطورة من داخلها ونهبط إلى مستوياتها السريانية الباطنية، منحدرين من شكلها الخارجي إلى أعماقها الحقيقية، مما يظن فكرنا المنطقي العلمي الفلسفي أنها تقول إلى ما تريد فعلا أن تقول. ومن ناحية أخرى فلن يكون منهجنا تاريخيا يعتمد تسلسل المراحل وتتابعها، ولا إثنولوجيا يعتمد دراسة معتقدات كل شعب على حدة ومقارنتها من ثم بمعتقدات الشعوب الأخرى، بل سنضع أنفسنا في قلب اللغز متتبعين طريقنا في كل الاتجاهات زمنيا وجغرافيا وإثنيا لنصل إلى أطرافه. وستقدم لنا في كثير من الأحيان أعمال الإنسان الفنية التشكيلية معونة أكبر مما تقدمه لنا نصوصه المكتوبة، فالكلمة مخادعة مخاتلة تروغ من معنى لتلبسها معان، أما العمل التشكيلي فشاهد صامت، أسهل قراءة في رأينا وأكثر قدرة على الإيصال، غير أن الأداتين ستتعاونان تعاونا فعالا في مسار البحث، فيلقي العمل الفني ضوءا على النص ويفك لنا النص رموز العمل الفني. إن عملا فنيا من العصر النيولوتي سيلقي ضوءا على آخر من مطلع عصر الكتابة، أو على نص من فترة الحضارات الكبرى، وبالمقابل فإن نصا مكتوبا سيعيننا على فهم عمل فني تركه صاحبه دون رسالة مكتوبة.
سوف تتبادل عشتار المعابد الكبرى والتماثيل الرخامية الرائعة وأسرارها مع عشتار المزارع الأول الذي صنع لها الدمى بطين حقله معجونا بعرق بدنه. وستتعاون الاثنتان على كشف كثير من جوانب الديانات الكبرى اللاحقة التي يربطها بأول طقس قام به إنسان المستوطنات الزراعية في سوريا وهو يزرع سنبلته الأولى خيط مكين. عشتار سيدة الأسرار، من يجرؤ على هتك سرها حلت عليه لعنتها المقيمة. تقول عن نفسها بلسان الأم المصرية الكبرى: أنا ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما من إنسان بقادر على رفع برقعي، ومن حاول رفع الستر عنها لقي مصير الشاب الذي أزاح البرقع عن تمثال لإيزيس في أحد هياكلها، فأصابه الخبال لما رأى وانعقد لسانه بقية حياته. وكذلك مصير الشاب الصياد الوسيم أكتيون الذي اقتحم على أرتميس وهي تستحم عارية في مياه البحيرة العالية عند منبع النهر، فمسخته الإلهة أيلا طاردته كلابه فمزقته إربا إربا. هذه القصص لا تشير إلى احتجاب عشتار بجسدها، فهي العارية أبدا التي صور الإنسان جسدها منذ أن تعلم تشكيل المادة بيديه، ولكنها تشير إلى لغزها الكبير وحيرة الألباب في أمرها. ومع ذلك فإننا سوف نبدأ برفع براقعها واحدا تلو الآخر لنكشف عن وجهها الأخاذ، وجه الأنثى الخالدة الكامن في ضمير كل منا. سننطلق من المشهد البانورامي الواسع لأسطورة الشرق القديم وأساطير الحضارات الكبرى، ونصعد الأحراش الجبلية في طريق ضيقة وعرة نحو البحيرة الصافية التي تستحم فيها عشتار. وعندما نصل لن يثنينا عن الاقتحام لعناتها المقيمة، لأننا لا نكشف عن وجهها كشف هتك بل كشف عشق. الفصل الثاني: عشتار الأم الكبرى. المجتمع الأمومي فردوس الأرض. كان الاعتقاد سائدا حتى أوساط القرن التاسع عشر أن العائلة بشكلها الأبوي القائم اليوم قديمة قدم المجتمع الإنساني، وأن المجتمعات الأولى قد تشكلت في بداياتها نتيجة لتجمع عدد من هذه العائلات وتزايدها تدريجيا، إلا أن هذه الفرضية قد تهاوت أمام النقد العلمي الذي وجهه إليها عدد من رواد الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية الأخرى، ممن قدموا في دراساتهم الأدلة الكافية على وجود شكل أقدم من أشكال العائلة سبق شكلها الأبوي الحديث نسبيا. وهذا الشكل لا يقوم على قيم الذكورة وسلطة الأب، بل على قيم الأنوثة ومكانة الأم. إن التجمع الإنساني الأول لم يؤسس بقيادة الرجل المحارب الصياد، بل تبلور تلقائيا حول الأم التي شدت عواطفها وحدبها ورعايتها الأبناء حولها في أول وحدة إنسانية متكاتفة. هي العائلة الأمومية خلية المجتمع الأمومي الأكبر، ذلك أن عاطفة الأم نحو أولادها وعاطفة الأولاد نحو أمهم هي العاطفة الأصلية الوحيدة، وكل ما عداها يأتي بالاكتساب والتعلم، ولا يستثنى من ذلك عاطفة الأب نحو أبنائه وعاطفة الأبناء نحو أبيهم التي تأتي بالصقل الاجتماعي ومعرفة الواجب الأخلاقي. لقد عرفت المرأة قبل أن يتعلم الرجل كيف توسع دائرة ذاتها بالحب لتشمل ذاتا أخرى ومخلوقا آخر، وكيف توجه كل ما لديها من هبات الطبيعة نحو حفظ تلك الذات الأخرى وتنميتها كنفسها، وكيف تفتح هذه الدائرة بعد ذلك لتشمل أولاد أولادها وأولاد النساء الأخريات، لأن كل رحم ينجب أخوة وأخوات للمولودين من رحم آخر. بالولادة تزدوج المرأة جسديا ونفسيا وتوسع أفق كيانها الطبيعي والروحي، أما الرجل فبالمولود الجديد يشد أزره ويدعم وضعه الاجتماعي ويحافظ على ممتلكه في مقابل ممتلك الآخرين ويتمرأ أمام ذاته. فالمبدأ الأمومي يجمع ويوحد، والمبدأ الأبوي يفرق ويضع الحواجز والحدود. المبدأ الأمومي مشاعة وعدالة ومساواة، والمبدأ الأبوي تملك وتسلط وتمييز. الأمومية توحد مع الطبيعة وخضوع لقوانينها، والأبوية خروج عن مسارها وخضوع لقوانين مصنوعة. في المجتمع الأمومي أسلم الرجل قياده للمرأة لا لتفوقها الجسدي، بل لتقدير أصيل وعميق لخصائصها الإنسانية
وقواها الروحية وقدراتها الخالقة وإيقاع جسدها المتوافق مع إيقاع الطبيعة. فإضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا للإنسان القديم مرتبطاً بالقدرة الإلهية، كانت بشفافية روحها أقدر على التوسط بين عالم البشر وعالم الآلهة، فكانت الكاهنة الأولى والعرافة والساحرة الأولى. بهذه الأسلحة غير الفتاكة مضى الجنس الأضعف قوة بدنية، فتبوأ عرش الجماعة دينياً وسياسياً واجتماعياً. وأمام هذه الأسلحة أسلمت الجماعة قيادتها للأمهات، ولقد عزز الدور الاقتصادي للمرأة مكانتها هذه، فلقد كانت بحق المنتج الأول في الجماعة لكونها المسؤولة الأولى عن حياة الأطفال وتأمين سبل العيش لهم. كانت المرأة مسؤولة عن تحضير جلود الحيوانات وتحويلها إلى ملابس ومفارش وأغطية، وكانت النساجة الأولى والخياطة وأول من صنع الأواني الفخارية. وبسبب قضائها وقتاً طويلاً في البحث عن الجذور والأعشاب الصالحة للأكل، تعلمت خصائص الأعشاب السحرية في شفاء الأمراض، فكانت الطبيبة الأولى، وكانت من يبني البيت ويصنع أثاثه، وكانت تاجرة تقايض بمنتجاتها منتجات الآخرين. ومن وجود شعلة النار المقدسة في معابد الحضارات المتأخرة، وقيام عذراوات المعبد بحراستها والإبقاء عليها مشتعلة، نستطيع الاستنتاج بأن شعلة النار الأولى قد أوقدتها المرأة، وكانت أول حارس عليها حافظ لأسرارها. وأخيراً توجت المرأة دورها الاقتصادي الكبير باكتشاف الزراعة ونقل الإنسان من مجتمع الصيد والالتقاط إلى مجتمع إنتاج الغذاء، بينما حافظ الرجل طيلة هذه المرحلة على دوره التقليدي في الصيد والتنقل بحثاً عن الطرائد الكبيرة. في ذلك المجتمع القديم المتمركز حول الأم، فاضت طبائع المرأة وصفاتها لتصبغ حياة الجماعة وقيمها وعلاقاتها ونظمها وجمالياتها. فحب المرأة لأطفالها هو العاطفة التي ميزت علاقاتها بالمحيط الأوسع، وهو النموذج الأساسي للعلاقات السائدة بين أفراد ينظرون لبعضهم على أنهم أخوة في أسرة كبيرة تتسع لتشمل المجتمع الأممي صغيراً كان أم كبيراً. ومعاملة المرأة لأطفالها دون تمييز قائم على خصائص معينة أو قدرات أو قابليات ومنجزات هي التي أسست لروح العدالة والمساواة الاجتماعية القائمة في الجماعة الأمومية. وابتعاد سيكولوجية المرأة عن كل ميل نحو التسلط والاستبداد هو الذي أعطى هواء الحرية الذي تنفسته الجماعات الأمومية طيلة عهدها ونفورها من العنف الجسدي إلا عند الحاجة الحقيقية إليه. قد أشاع السلام بين أفراد الجماعة ذاتها وبين الجماعات الأمومية الأخرى، وفيضها الطبيعي على من حولها دون حساب كان أساس المشاعة البدائية وعدالة توزيع الثروة ضمنها، مناخ أقرب إلى مناخ فردوس فقده الإنسان بحلول مجتمع الذكر الذي ضيع السلام والدعاء ربما إلى الأبد. ولقد جاءت بينات البحث الأركيولوجي الحديث لتثبيت بعض سمات المجتمعات الأمومية القديمة، فالمستوطنة المستقرة الأولى في سوريا منذ 1009 إلى 1006 قبل الميلاد كانت تهجر بعد فترات طويلة من سكنها دون بينة على وجود تدمير أو حرائق أو حروب. ولا يشذ عن ذلك مدينة أريحة الشهيرة بسورها الكبير، فرغم تأكيد البعض على الغاية الدفاعية لهذا السور فإن البينة الموضوعية لم تؤكد ذلك، خصوصاً وأن المدينة لم تكشف بكاملها بعد، ولم تظهر طبيعة الأجزاء المدفونة الباقية من ذلك السور الذي ربما كان مجرد تقنية هندسية لدعم المنازل الملاصقة له. يضاف إلى ذلك أن مستوطنات تلك الفترة لم تعرف الأسوار قط، غير أنه يجب ألا يتبادر إلى الذهن أن دور الرجل في الجماعة الأمومية كان دور التابع، ذلك أن الرجل قد بوأ المرأة مكانها احتراماً وتقديراً لا خنوعاً. ورجال العصر الأمومي كانوا أكثر عزة وأنفة وفروسية من رجال العصر البطريركي، فقد نقل إلينا مؤرخو اليونان ممن احتكوا بأقوام كانت تعيش آخر عصور الأمومية أو سمعوا بأخبارها إن رجال تلك المجتمعات كانوا من أفضل فرسان عصرهم على الإطلاق، وكانت بطولتهم وتضحيتهم في المعارك مضرب الأمثال. ثم يأتي أرسطو في كتابه السياسة فيؤكد هذه الحقيقة ويجعل منها ظاهرة شمولية
عندما يقول إن أغلب الشعوب العسكرية الميالة إلى القتال هي شعوب منقادة إلى النساء، ذلك أن المرأة رغم طبيعتها المسالمة تسلك سلوك اللبوة الكاسرة إذ يتعرض أشبالها للخطر. مر المجتمع الأمومي عبر تاريخه الطويل بمراحل متعددة انتهت بالانقلاب الكبير الذي قام به الرجل مستلما دفة القيادة من المرأة ومؤسسا للمجتمع الذكري البطريركي. ونستطيع تتبع وفهم تلك المراحل بتتبع أشكال العائلة الأمومية ونمط العلاقة الجنسية القائم بين الرجل والمرأة في كل شكل. ففي البدايات السحيقة للتجمعات الإنسانية كانت العلاقات الجنسية حرة تماما دون ضابط أو قانون، حيث كل امرأة لكل رجل وكل رجل لكل امرأة. وهذا الطور موغل في القدم لدرجة يستحيل معها تقديم القرائن المباشرة على وجوده، إلا أن إثباته يتأتى من أطوار لاحقة له منبثقة منه، أطوار حل فيها نوع من التنظيم المتطور. والتنظيم لا يأتي إلا لضبط حالة سابقة من الفوضى وانعدام النظام. ولعل نظام عائلة قرب الدم هو الشكل الأول الذي ورث وضع الفوضى البدائية، فوفق هذا النظام تنقسم الجماعات الزواجية حسب الأجيال، فنجد جميع الجدود والجدات في نطاق القبيلة أزواجا فيما بينهم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأولادهم أي الآباء والأمهات، بينما يشكل أولاد هؤلاء الآخرين الحلقة الثالثة في حلقة الجماعات الزواجية. وهكذا نجد أن هذا الشكل قد حرم العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء من دون الأخوة والأخوات، وهي الخطوة التي قام بها الشكل اللاحق. فإذا كانت الخطوة التقدمية في تنظيم العائلة قد تلخصت في تحريم العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء، فقد تلخصت الخطوة الثانية في تحريم العلاقة الجنسية بين الأخوة والأخوات. وهذا ما أدى إلى تفتيت المشاعات القديمة وظهور عائلات زواجية أضيق، حيث كانت مجموعة من الأخوة من أم واحدة تدخل في علاقة زواج مشترك مع عدد معين من النساء لا يوجد بينهن أخوات لهم، والعكس صحيح. عن هذا الشكل الثالث للعائلة القديمة نشأت أشكال فرعية وتنويعات متعددة، وكلها تبيح العلاقة الجنسية بين شريحتين واسعتين من دون الإخوة والأخوات المباشرين أو عبر خطوط القرابة المنحرفة. وبما أنه في كل هذه الجماعات الزواجية لا يمكن معرفة والد الطفل، فكان الأولاد ينتسبون لأمهاتهم ويعرف كل واحد بأمه لا بأبيه، وهذا ما أطلق عليه الباحثون اسم حق الأم، الذي يشمل انتساب الولد لأمه وما ينشأ عن ذلك من علاقات وحقوق اجتماعية واقتصادية مختلفة. أما الشكل الرابع من أشكال العائلة فهو العائلة الثنائية التي بدأت بالتكون تدريجيا داخل الشكل الأسبق، حيث كان لكل رجل زوجة رئيسية داخل مجموعة الزوجات يساكنها فترة تطول أو تقصر، وكان بالنسبة إليها الزوجة الأساسية في عداد أزواج كثيرين. وقد تحولت هذه المساكنة الطويلة إلى زواج ثنائي وعائلة صغيرة مؤلفة من زوجين وأبنائهما المباشرين. في هذا الزواج الثنائي حافظت المرأة على وضعها المتميز السابق، فكانت حرة في فصل الزواج متى شاءت، فيعود الأولاد إليها لا إلى الزوج الذي يخرج من البيت صفر اليدين، كما بقي الأولاد ينتسبون إلى أمهم وعشيرتهم لا إلى أبيهم الذي كان ينظر إليه دوما كغريب. وبناء على حق الأم لم يكن الأبناء يرثون ثروة آبائهم، بل يرثون عن أمهاتهم على قدم المساواة مع بقية أقربائهم بالدم. أما تركة الأب وممتلكاته فكانت تذهب إلى إخواته وأقربائه بالدم، إلا أنه مع تزايد الثروات بتأثير حياة الاستقرار والزراعة كان مركز الزوج الاقتصادي يتدعم باستمرار على حساب مركز الزوجة وثرواته وممتلكاته تتزايد، الأمر الذي أدى بجماعة الذكور إلى التفكير جديا بقلب نظام الوراثة القديم لصالح أولادهم. وقد نجحوا في ذلك من خلال المرحلة الأخيرة السابقة لظهور المدن الأولى، حيث أفلح الرجل أخيرا في القضاء على حق الأم وإحلال حق الأب، وظهرت العائلة الأحادية التي تقوم على سيادة الرجل مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها من أجل تمليكهم وتوريثهم. فكان إسقاط حق الأم هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي،
ابتدأ معه تاريخ استثلال المرأة واستعبادها، إلا أن الجنس النسائي لم يهزم دون مقاومة. ورغم أن التاريخ لم يحفظ لنا آثار ونتائج الصدام المباشرة بين الجنسين والذي حصل ولا شك في زمن ما عند أعتاب التاريخ.